يا ولد أكمل المشاهدة، يا فتاة تابعي. بلا شك أن جوج ديال الأمثلة تبداو لينا بواحد الحرف، هذاك الحرف كما تنعرفو جميع هو حرف نداء. إذا الدرس ديال اليوم عندنا هو درس النداء اللي غادي يكون في امتحان الجهوي إن شاء الله بالنسبة للثالثة إعدادي. عندنا بعض الأمثلة، يا مشاهد انتبه، أنا هضر معك. أيا إبراهيم تعلم، من خلال هذه المثالين عندنا حرفان في بداية الجملتين، الحرف الأول هو يا والحرف الثاني هو أيا. الحرف الأول في الجملة الأولى تنقصد به النداء، ننادي به على شخص معين، ننادي به في الجملة الأولى على المشاهد الذي يتابع بغرض أن نوجه له الكلام أو سماع ما نريد أن نقوله له. بالنسبة للحرف الثاني آيا، فهو تنوجه به النداء لشخص معين. في الجملة وجهناه لإبراهيم بغرض أنه باش يسمعنا أو باش يلبي النداء ديالنا من أجل التعلم. إذن في المثالين عندنا حرف نداء أول ننادي به على شخص معين، وفي الجملة الثانية عندنا حرف نداء ثاني أي. كاين اختلاف بالنسبة للحرفين، بالنسبة للحروف النداء هي ثماني. الآن نريد أن نعرف النداء، النداء هو توجيه الدعوة إلى المخاطب. كنوجهوا له الدعوة، هنا وجهنا الدعوة للمشاهد، وهنا وجهنا الدعوة أو وجهنا الدعوة لإبراهيم لتنبيهه على الإصغاء من أجل سماع ومن أجل سماع ما نريد قوله. إذا هذا هو التعريف ديال النداء باختصار. وحروف النداء ثمانية، وكل حرف عنده واحد الدور ديالو تيأدي. إذا عندنا الحرف الأول واللي مشهور هو يا، الحرف الثاني هو أ، والحرف الثالث هو أي، والحرف الرابع هو آ. كيشبه لنا لد أ ولكن هذا بمد. والحرف الخامس هو آي، تشبه لهذا الحرف هذا غير هو بمد. الحرف السادس هو هيا، والحرف السابع هو أيا، والحرف الثامن هو و. إذن هذو هما الحروف الثمانية اللي مكلفين لينا بالنداء، اللي توجهوا لينا النداء لشخص معين.